ايتي بورك احمد منخرط جمعيه الامانه للسكن منذ 91، وحنا تقريبا 25 سنه وحنا منخرطين، والاول فينا سبق 5 مليون والاخر فينا سبق 28 مليون وبدون جدوى. ومن 1991 كاين على هذه الجمعيه كيمثلها السيد عبد الرحيم الجلاء اللي هو مهندس او معاون او شكون هو المهمه ديالو في الجامعه ديال البرنوسي. والناس انخرطوا بواحد الكثافه كثيره بانه العدد ديالهم في الاول كانت حتى 3700 منخرط، ومن بعد رجعت ل 3480 كل واحد. الاخر هو مول 3 مليون الاخر، وكاين مول 30 مليون وبدون استفاده. ودابا الطلب ديال هاد المنخرطين ما خلينا اي جهه خاطبناها بدون جدوى. مشينا للقضاء مشينا وهذا الشيء عندنا ادله اللي كيبت هذا الشيء هذا. ودابا الطلب ديال هاد المنخرطين، هاد السيد اللي هو رئيس من 91 واش هو اللي بوحدو في هاد البلاد كيمثل هاد البلاد؟ وما خلينا والقانون الاساسي ديالو اللي داروا خيطو وسبق داروا راسو بلا الحضور ديال هاد الناس، هو ما كاينش منخرط ليه حتى فين يتدخل. وحنا كندعيو السلطات باش يتدخلوا، وكنطلبوا من هاد الانسان هذا هاد الخلق هذا يجيب يدير جمع العام لهاد المنخرطين وتقدم فيه تقرير ادبي ومالي وتجديد المكتب اللي هو المكتب اللي عنده من 91 يوم الى هذا. هذا عار وهذا حشومه لحتى لصفر. المبلغ اللي هو المبلغ اللي كاين في هذا الشيء، وهو كيدعي بلي 43 هكتار نزعات الدوله في عين حروده، وفعلا تنزعت 43 هكتار وتخلصات 18 مليار باش عوضت الدوله. باش كنطالبوا دابا؟ كنطالبوا فلوسنا باش يتحسوا حتى يدار لهم حل على يد المنخرط ماشي على يد الجدع. وكنطالبوا لا بلاتي خليني اسير، كنطالبوا فلوس ديالنا توقف حتى نشوفوا ما يستثمرش بها، حيت هو كيحاول باش يخرج هذوك الفلوس يمشي يشري شي بقعه في النواحي ديال بني ملال ولا النواحي ديال قادير، ما يطلعها كاع المسائل ديال السكن الا هذا هو المسائل الاساسي. ما يقربش الفلوس لا بدون يفضل المنخرط وما يدير حتى شي حاجه. والجمع العام وتقرير الادب والمالي، وكنطلبوا من الصورات كلهم يحضروا لهذا الجمع باش يبتوا في هذا الشيء هذا.